عدنا من جديد في الفيديو الثاني. هذا بحال الجزء الثاني من دجاجتي الجميلة. بديتها زوينة وظريفة، ما شاء الله القوت اللي بيها. كنبقى نشوف كيف حاضيها اش كدير. صح، دابا انايا صراحة العظيم ما كرهتش نصور شي طوس، بقاش يكون دابا شي طوس نصور. عزيز عليا الطوس بزاف، هنا تكون ملون في الالوان ما شاء الله لا قوة الا بالله. داك الطوس ديال التصوار والله العظيم دجاجة زوينة. المهم بلدية شو ما شاء الله، جبنا شوية بقى صغيرة، أنا أحس بحال كبرات على ما جبناها. كبرات غلط شوية، ممكن نوكلوها مزيان. هو اللفتة بزاف راس، حبيت على الكبدة. هي واللي فات مسكينة، واللي فاتنا متكد زعما تجي عندنا. انا بعد انا كنحسها بالامان معايا، دابا انا كتجيني زعما عليه بزاف كنحسها بالامان، يعني ما تخاف.